للزيادات الضريبية واحتجاج على تردي الوضع الاقتصادي، تتواصل الاحتجاجات في كافة المناطق اللبنانية لليوم الثاني على التوالي. وكالة فرانس بريس أكدت نزول آلاف المحتجين إلى الشوارع في المدن والمناطق الرئيسية في لبنان بعد أن شهد ليل أمس مواجهات مع القوى الأمنية في العاصمة بيروت. وعمل المحتجون الذين يطالبون باستقالة الحكومة وإسقاط النظام على قطع الطرقات الرئيسية في البلاد، بينما أصيب عشرات المتظاهرين بحالات إغماء جراء إطلاق عناصر أمنية قنابل الغاز المسيل للدموع. زعم الحرب هن ذاتهم بعض بهذه السلطه بوعودهم من 92 بالكهرباء ال 24 وبالماي، وهلا باقتصاد وانهيار الليره، وهلا في 100 ازمه. خلص حلوا، الشعب يفيق ويقوم. الثورات هيك بتبلش شوي وبتكتر شوي شوي، بدنا نتشجع. اللي قاعد ببيته وضعه الاقتصادي منيح، نحن الشريحه بس المعتره والباقيين ماشي حالهم، اللي قاعد ببيته اكيد محذب وماشي حاله، نحن مو محذبين هيك صار فينا. بدي كل العالم تنزل، إذا ما نزلنا ما حنغير شيء.